ممكن اي واحد فيكم يكون منها اليوم الناس اللي كانت الانسولين هابطه الناس اللي كانت الانسولين ما خصهاش تصوم ثانيا الناس اللي عندهم مضاعفات مزمنه الناس اللي تقاسم عينيهم ممنوع يصوم يتقاسم عيني بكيدير اللازر ممنوع يصوم غيزيد يكمل عليهم الناس اللي تقاسم من الكلاوي والناس اللي عندهم مضاعفات ديال السكري ما خصهمش يصوموا اللي عنده السكر زعمي طونسيون ما بغاش يتقاتل ما خصهمش يصوموا الناس اللي عندهم السكري وامراض الكبد الناس اللي عندهم السكر وامراض الجهاز الهضمي اللي عنده تقرحات في المعده والسكر ما خصهمش يصوموا الناس اللي عندهم مرض النقرس مرض النقرس هو ذاك المرض اللي كيجي في السمع الكبير فهذاك ما خصهمش يصوموا السكر زائد النقرس ما خصهمش يصوموا والمرأة الحاملة اللي فيها السكر ما خصهاش تصوم والمرأة اللي فيها السكر وكثر الدم ما خصهاش تصوم سالينا مع هادو المرأة خاصنا كيف تاكلها خاصنا قبل ما يجي رمضان انا كندير مثلا في السكر خاصني واحد الشهرين قبل نمشي نشوف شهرين قبل ماشي تال تبقى رمضان يومين ثلاثه مع تما هذيك علاش باش نشوف معاك شنو غادي ندير خاصني نراقب قبل رمضان ونراقب بوست رمضان ومنين يسالي رمضان خاصني نراقب السكر ديالي يعني لان فترة مهمة بزاف زيد علاش علاش خصني نمشي عند الطبيب ديالي قبل رمضان باش هو كيحط لي فواحد الخانة كيقول واش هاد السيد هذا إلا صام كيشكل عليه خطورة كاينة خطورة متوسطة وما كايناش خطورة فضل هاد الطبيب اللي حدانا كنشوف واش هاد الانسان عليه خطورة باش يصوم ولا ما عليهش خطورة باش يصوم الخطورة واش كثيرة ولا قليلة أول حاجة كنشوفو الفترة اللي جا فيها السكر واش راه جا في الشتا وفي الخريف كيجينا كيجينا رمضان ما صوموش بزاف ماشي مشكل يقدر الانسان يصوم عنده فاسية في الدار يقدر يصوم هذا الخطر تيكون قليل ولكن إلا جانا السكر في الصيف الخطر تيكون صعيب كاين الخطر ديال الشفاء خصو يجرب الماء كنشوفو النوع ديال السكري النوع ديال السكري الثاني اللي كيحتاج البسيط ماشي هو اللي كيحتاج الانسولين كنشوفو العمل واحد الانسان خدام في بيرو شاد ورقة وستيلو تيكتب ماشي بحال واحد خدام في البني كضرب فيه الشمس نهار كامل كنشوفو طبيعة العمل ديالو كنشوفو استغلال السدات واش هاد السيد هذا كيقدر يدير التحايل لراسو يقدر ياكل راسو ولا شي واحد اللي شي واحد اللي ما عندوش استقلاليه يعني كيعول على دارو على مراتو على ولادو في كلشي كنشوفو نوعيه الادويه اللي عنده واش كياخذ الباستيات الغلط ولا الباستيات الغلط ولا بجوجو ولا الانسولين كل واحد الا كان كياخذ الباستيات راه الخطر قليل الا كان كياخذ الباستيات ديال الانسولين الخطر كبير إذا كان عنده أدوية وحدة أخرى ياخذ سكر زائد أدوية وحدة أخرى خاصنا نشوفو واش نعمل زيد خاصنا نشوفو شحال كياخذ ديال الدواء الإنسان ملي تيولي يوصل لربعة ديال الدوايات في النهار ما كيداش يصوم كيف يدير لما يفرقو هاد الربعة هادي كنشوفو واش عنده شي أمراض وحدة أخرى واش عنده سكر طونسيون واش عنده الكوليسترول طالع حنا نشوفو بأن الكوليسترول كيطلع في الدم بزاف وكنشوفو الخزان ديالو الا عندو خزان قل من 8 غتطلب مني صوم نشوف معاه ولكن الا عندو خزان فوق 9 الخطر كبير باش يصوم هاد السيد خاص الخزان يكون عندو قل من 8 واش عندو لابارايت سكر ولا ما عندوش حيت انا بديتي ديال بغيت نصوم انا كناخد الباسياج وباغي نصوم ولكن الا ما عنديش باش نحلل السكر ديالي خاصني باش نحلو واش قدر شي واحد يصوم هو عينين مغمضين يمكنش خاصني نحلل السكر على الاقل جوج مرات في النهار باش نشوف السكر ديالي فين غادي نعبر في 12 النهار نشوف السكر واذا كان عندي السكر قل من 0.70 خاصني نفطر لانه نقدر نطيح في غيبوبه واذا كان عندي السكر بين جوج ونص خاصني نفطر ونفس الشيء غنعاودو في 6 تاع الشيء على الاقل جوج مرات في النهار نعبر السكر ديالي بغيت نصوم
غير اللي تبعتها اكيداش واحد تحليله ها غادي نعبر مين كونساي مين كونساي وبعد خلاص كنعطيو الانسان اش يعبر حتى المرطون علاش لان الانسان كاين صاي كانوا السكر ما تقلش ما توازنش عنده خزان عالي والناس اللي عندهم مضاعفات بحال بقيو سيدي معايا نورهم ولا بقيو سيدي كلاويهم يمنعوا بتاتا صيام رمضان على ما قال اللي عندهم الناس بتاتا ولكن ديما تنقول الله يرحم لكم الوالدين اللي كيدير الانسولين وقلت له صوم ومشى دور في راسو قال لا واه قلت له ما تصومش ومشى دور في راسو قال لا واه خصني نصوم غير رجع عندي بولا بي حيت انا كنعرف شنو غندير معاه باش ما يديرش مش مشاكل غنقص له من الجرعات وغنقول له انت يدير هاد الجرعه وانت يدير هاد الجرعه غير باش ما يديرش منها شي كوارث حيت كاين اللي كتقول له ما تصومش كيدير الانسولين وكيمشي كيصوم وكاين اللي كيجي عندك وتيقول لي انا بغيت نصوم عافاك شوف كيفاش ديري واخا انا كندير الانسولين انا باغي نصوم انا ربنا كيوافقني يدير لي والو انا واخا انت كتقول لي ما تصومش انا غنصوم عافاك شنو ندير نقول له صافي ماشي مشكل مزيان اللي صارت لي انا نقص لك من الجرعه ديال السحور والجرعه ديال الفطور نخليوها والجرعه ديال السحور نقصوا لنا 30% وها شنو خصك دير خاصك تراقب 5 حتى 6 مرات السكر ديال النهار ماشي بحال البسطيات ولا سوليك السولا راه بزاف المرات هادو هما الشروط كاين الناس اللي تيكون عندهم البسطيات واحد الوقيته كيخصهم يديروا لها سوليك تاع هذوك خصهم يصوموا وحتى الا كانوا بغاو يصوموا خصهم يتشاوروا معاهم شكون الناس اللي خصهم يصوموا هذا ما عندناش وغنشوفوا راسكم شكون اللي كيدير غير الريجيم والرياضه الريجيم والرياضه الريجيم والرياضه الريجيم والرياضه الريجيم والرياضه لا ما كيديرش الدور اللي ما كيديرش الدور الناس اللي كدير غير الريجيم والرياضه يصوموا بالعكس راه مزيان لهم الا الحمله حمله لا شريطه صح انه خصو يعرف السكر على الاقل 2 مرات في النهار